لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، لجنة نيابية سما سيرة مرشحون يطلقون حملات لشراء بطاقات إلكترونية. في صحيفة الزمان، استهداف محيط قاعدة عين الأسد بصواريخ كاتيوشا. في العرب اللندنية، لندن ترفع آخر قيود مواجهة كورونا خلال أسبوعين. في القدس العربي، العراق هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية. في واشنطن بوست، أزمة الوقود في لبنان سببها تهريبه إلى سوريا والجيش عاجز عن وقفه. في شبكة CNN، 20 عاما من السياسة الأمريكية غير المتماسكة في أفغانستان والنتيجة حرب أهلية قريبة. وفي الجارديان، واشنطن لم تتعلم من دروس فيتنام في أفغانستان. السلام عليكم. الطوب أحسن لومغواري، شعار ثورة 20 لمقاومة الاحتلال البريطاني، مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني بقلم فخر الحسيني. مرت علينا الذكرى 101 لثورة 20، الحدث التاريخي الذي أجمع عليه جميع العراقيين من كل الأطياف والمذاهب. وتصدر المشهد المقاومة للاحتلال الشيخ ضاري بن محمود الزوبعي وشعلان أبو تشون، وهما شخصيتان أثبتا أن الانتماء للوطن هو الأول، وأن المواطنة واجب على كل عراقي. نعم، فقد كان العراق مال أبوهم وبالتالي مال أبونا، فلا يجب أن نشعر أن هذا الوطن وممتلكاته ليست لنا. لقد أسس هذان الرجلان لفكر الانتماء الصحيح الذي ولد من الفطرة السليمة والنخوة والشجاعة. حين ثار أبناء ذي قار في عام 2019 على قوى الظلم والاستغلال في ثورة تشرين، صدحت أصوات أهل الغربية تلبية لنداءات زلم الناصرية امتداداً لوان ابن الأنبار اللي يفزع لنا. لم يكن هذا النداء للمرأة الذقارية اعتباطاً، فهو نتيجة لتلك اللحمة التي رسختها تلك الثورة وأسس فكرها أبو جون والضاري. ثورة شعب ضد محتل غاشم، مثلما هي مقاومة شعب ضد محتل، كما هي ثورة شعب ضد أذناب محتل. جاءوا على الدبابة الأمريكية، تلك هي المعضلة التي لا يفهمها الخونة والمرتزقة. ثورة 20 الحدث الذي يجب على كل العراقيين أن يفتخروا به ويتخذوه عيداً وطنياً، ولا يتنكرون لأحداثها التاريخية المشرفة، لأنها أساس بقاء الشعوب، ولأن الظلم زائل والخير منتصر، فالوطن غالي حتى وإن جار على أهله. وإن الافتخار بأحداث التاريخ المشرفة تزيد من احترام الشعوب الأخرى لك، لذلك علينا أن نحافظ على مكتسبات الوطن التي كافح من أجلها الآباء والأجداد، ومن ضمنها الثورات والمقاومة الشريفة. فالانتماء ونبذ الطائفية هي معركتنا القادمة، لأننا جيل عاصر تلك النكسات، ولأننا بذلك نحافظ على إرث رجالات ثورة 20 في وحدة المصير والوطن. المقاومة ولدت كردة فعل على الاحتلال رغم حاضنتها الأمينة، لكن تكالب عليها بعد ذلك كل من له مصلحة مع المحتل في محاولة لتشويه دورها الوطني. وكانت أيام مشرقة من البطولة في تاريخ العراق المعاصر، تجسدت فيها روح المواطنة، تلك الروح التي تتميز بها الشعوب، والتي تحمل إحسانا بأن هذا الوطن ملك لها. ومن هنا تكمن أوجه التشابه والترابط بين شعارات ثورة 20 وقادتها الشجعان مع شعارات ثورة تشرين وشبابها الثائرين ضد المحتل والنظام السياسي الفاشل ومنظمته الطائفية. ونبقى مع ثورة 20، عرفها كاتب بأنها تاريخ الأجداد وطريق الأمجاد وأمانة للأحفاد في استعادة البلاد.
هذه الثورة العظيمة لها من الصفات ما يستوجب كتبا لحصرها وتبيان تفاصيلها والمشاركين فيها وماذا فعلوا وكيف تمكنوا من رقاب المحتلين وجعلوهم يحسبون للعراق ألف حساب، إلى حد أنهم اضطروا لتأسيس دولة ولم يفكروا بتقسيمه كما فعلوا بالهند وغيرها من البلدان التي احتلوها. نستمع إلى مقال الكاتب مكي النزال. لقد سجل التاريخ بطولات أجدادنا بالرغم من كل محاولات المحتلين لتشويهه والتلاعب به وبث السموم بسير أبطاله الذين أذاقوهم الأمرين وجعلوهم يتخبطون بتصرفاتهم بين شدة عاجزة ولين ماكر خائب أمام قوة وصلابة هؤلاء الرجال وما يرافقه من وعي متوقد وفطنة مبطلة لكل محاولة خادعة ظنها صاحبها مذهلة وحولها الرجال إلى مهزلة. سجل التاريخ مآثر نادرة لرجال لم يكن سلاحهم الظاهر والمدروس إلا الفال والمجوار، لكن سلاحهم الخفي على المحتلين هو سلاح الإيمان وحب الأوطان وطلب الشهادة في سبيل الأديان والوثوق في نصرة الرحمن. كما سجل الموروث الشعبي المتواتر ما عجز عن محوه المزورون وخاب في تحريفه الكذابون وحفظه في صدورهم المؤمنون والمخلصون. عجنته الأهازيج في قلوب العراقيين ليكون رفيق نبضهم ومنار دربهم كلما ثاروا على الطغيان في كل مكان وزمان. صارت الثورة العشرين خريطة طريق ونوراً يهدي السائرين بروح الفريق، وكانت رغم ندرة الرفيق مشعلاً يؤجج ضد الباغين الحريق. وماذا يقال عن ثورة العشرين التي قامت من أجل الكرامة على أيادي رجال ملأتهم الشهامة فلا خوف ولا ندامة، وإنما هبة على دروب الاستقامة تحفظ الرجال من ضيعة الندامة وحرقة الملامة، قامت من أجل المظلومين والجائعين وشرف العراقيات والعراقيين بلسان صدق مبين وهمة لا تلين لتحطم قيود المعتدين وتذكي نار الثورة في النائمين ليفيقوا على شمس صبح جلي وألق بهي يدحض الشك باليقين. العراق يضحك القيد من ورائكم والكورونا من أمامكم، مقال للكاتبة هيفاء زنجنة. أيام العراق حافلة بإنجازات بلا حدود، آخرها فوزه بالمركز الأول عربيا بانتشار فيروس كورونا. فبينما أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 183 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن عدد الوفيات تجاوز 4 ملايين، سجل العراق رقمه القياسي بين الدول العربية، وتشير الزيادة في عدد الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع عدد الراقدين بردهات العناية المركزة في المستشفيات إلى وصول متحورات دلتا إلى البلاد. العراق بلد يتمتع بثروة لا تتوفر للدول العربية الأخرى التي تليه في قائمة الإصابة بالفيروس مثل الأردن ولبنان والمغرب. شبح الفقر بعيد إذن، والتحجج بقلة الموارد المادية أكذوبة مفضوحة، خاصة وإن تعافي أسعار النفط عالمياً عزز الإيرادات من مبيعات النفط في شهر حزيران يونيو لتتجاوز 6 مليارات دولار للشهر. إلا أن هذه الثروة سرعان ما تصبح سراباً عند الحديث عن مقايضتها بتوفير الخدمات للمواطنين. وهنا تأتي انعكاسات انتشار الكورونا المضاعفة الممتدة أبعد من الحاضر، حين تتزاوج مع التدهور الكلي إلى الحضيض. منذ غزو البلد في عام 2003 وتسليم السلطة إلى عراقيين يحكمون بالنيابة من ناحية توفير اللقاح وتوزيعه، يأتي العراق في مستوى متذن للغاية، إذ لم يتلقى اللقاح بجرعتيه. حتى الآن غير 4% من المواطنين، مقارنة بدول تقترب من 70% من البالغين كتشيلي، مما يعني إذا ما استمر الوضع على هذا الحال ستصل نسبة 70% من مجموع 40 مليون من السكان في عام 2075.
طبعا إذا كان التعامل مع الوباء مشكلة عالمية، فإن انقطاع التيار الكهربائي يشكل نموذجا متميزا يحسب للحكومة العراقية دون غيرها. تجثم المشكلة القابلة للحل بثقلها على صدور الناس فتمنعهم من التنفس وأحيانا الموت من شدة الحرارة بعد مرور 18 عاما على إطلاق الوعود بالأطنان عن تحسين الوضع. تتصاعد الأسئلة والنقاشات في نهاية كل حرب أو جولة مقاومة أو اشتباك بين الشعب الفلسطيني وفصائله من جهة وبين الاحتلال من جهة أخرى، وينشغل الناس في الإجابة على سؤال الانتصار والهزيمة، بينما تضيع القضية الأكثر أهمية وهي البحث في كيفية الاستثمار السياسي للمواجهة أو الحرب. يحدث هذا في زمن لا تقل فيه أهمية أساس السياسة عن القوة العسكرية أو المقاومة الشعبية. فشل الفلسطينيون في تحقيق نتائج سياسية مناسبة بعد الانتفاضة الأولى لأنهم لم يخططوا جيداً لذلك، ولأنهم لم يفكروا وينظروا لطريقة التعامل مع المرحلة بهدف الحصول على أفضل النتائج، وفشلوا كذلك في الانتفاضة الثانية لأنهم لم يضعوا نظرية سياسية تحسن استثمار الإنجازات التي تحققت على صعيد المواجهة مع الاحتلال وتحويلها لانتصارات سياسية. يستمر هذا الفشل وبشكل أكبر فداحة منذ نهاية الانتفاضة الثانية، إذ يكاد يغيب التنظير عن الساحة الفلسطينية، وبالتالي تغيب الاقتراحات والخطط للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وفصائله على أكثر من صعيد. يبدع الفلسطيني في المقاومة ويقدم التضحيات، وتزداد قائمة شهدائه يوما بعد يوم، ولكن قائمة إنجازاته السياسية لا تبرح مكانها. كما أن معالم الانسداد السياسي في كافة الجبهات تبقى مغلقة كما هي، لأن فصائله تفتقد للتنظير وللتخطيط السياسي، كأنها تعمل بنظام المياومة، إذ أنها تعد رد فعلها على كل حادث على حدة بدلاً من التخطيط الاستراتيجي الذي يستبق الأحداث. وكيف يمكن إنهاء الانقسام بعيداً عن سقف سلطة أوسلو؟ وكيف يمكن الفصل بين فتح والسلطة؟ هل يمكن تبني خيار حل السلطة أو تغيير وظيفتها؟ وما هي النتائج الممكنة لكل خيار؟ هل يمكن للفلسطينيين التخلي عن منظمة التحرير والبحث عن بديل آخر؟ كيف يمكن بناء اقتصاد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتخلص تدريجياً من سيطرة الاحتلال وقدرته على فرض أجندته من خلال الحصار؟ هذه بعض الأسئلة الكبرى التي يحتاج الفلسطينيون وفصائلهم للإجابة عليها بحسب الكاتب. قال المعلق بيتر بيرغن بمقال نشرته شبكة CNN على موقعها إن الأخطاء الأمريكية الفادحة هي التي أسهمت في الكارثة الأفغانية التي تلوح بالأفق، وعلق فيه على إخلاء القوات الأمريكية يوم الجمعة القاعدة العسكرية باغرام في كابول، والتي كانت ولعشرين عاما مركزا للعمليات الأمريكية في أفغانستان. في الحقيقة ستزيد الحرب الأفغانية، وحذر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر يوم الثلاثاء من إمكانية حرب أهلية مدمرة. وفي الحقيقة فخروج الأمريكيين يعطي طالبان النصر الذي انتظرته طويلا، وهي تقوم بالسيطرة على مناطق جديدة. وسيطرت الحركة على ربع الولايات الأفغانية وعددها 421، وتوقعت المخابرات الأمريكية سقوط الحكومة الأفغانية في 6 أشهر بعد خروج القوات الأمريكية. وفي عبارات رجل الدولة الفرنسي تشارلز موريس دي تاليران، أسوأ من الجريمة هو الخطأ الفادح، ولكن الخطأ واضح منذ وقت طويل، فكل رئيس أمريكي منذ جورج دبليو بوش حاول تحديد الدور الأمريكي في أفغانستان أو الخروج بشكل كامل. والشيء الوحيد المتناسق بشأن النهج الأمريكي حول أفغانستان هو عدم تناسقه. وهناك كم هائل من المواد المنشورة حول خطط البيت الأبيض للخروج من أفغانستان وعلى مدى العقد الماضي،
ثم هناك محادثات السلام العبثية مع أعضاء في حركة طالبان الذين حصلوا على طاولة المفاوضات أكثر مما كسبوه في ساحة المعركة. وعقدت هذه الانتخابات بدون أي دور للحكومة الأفغانية المنتخبة. واليوم وبعد 20 عاماً تغادر الولايات المتحدة أفغانستان وتتركه على حافة البداية، تسيطر فيه حركة طالبان على معظم مناطق البلاد. وقد فعل بايدن ما شغل كل رئيس قبله، لكن النتيجة المحتملة هو انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية، وتحول البلد إلى ملجأ لكل جماعة جهادية في العالم. قال صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعلم دروس فيتنام في حربها في أفغانستان، ولا يمكنها مكافحة أي تمرد على بعد آلاف الأميال من الوطن. في تحليل لجوليان بورغر أشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن يفترض أن تكون حرب الولايات المتحدة في أفغانستان فيتنام أخرى، إن واشنطن نسيت دروس فيتنام في خضم الحماسة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وهي أنه لا يمكنك أن تهزم تمرداً على بعد آلاف الأميال من الوطن ضد عدو مدفوع أيديولوجياً ومتجذر في مجتمع يرى أمريكا كقوة احتلال. ولفتت إلى سيطرة طالبان على 50 منطقة جديدة في أفغانستان منذ آيار مايو الماضي، ومع رحيل القوات الأمريكية يحاول الأفغان الدفاع عن القرى ضد هجمات طالبان الجديدة. وتابع بورغر: كلتا الحربين أصبحت كالوحل، سحبت المزيد والمزيد من القوات والمال والمعدات. الأسبوع الماضي أصبحت قاعدة باغرام الجوية الأفغانية خالية من القوات الأمريكية وجنود حلف شمال الأطلسي الناتو بعد تنفيذ الانسحاب منها، تمهيداً لخروج القوات الأجنبية من أفغانستان. وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر 20 عاماً في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 أيلول سبتمبر المقبل. يمشي فنان الجرافيتي الفلسطيني تقي سباتين بمحاذاة الجدار الذي بنته إسرائيل، وتمر بعض أجزائه في مدينة بيت لحم مستعرضا لوحاته الجدارية المنددة بالاحتلال والتي تشكل معرضا فنيا في الهواء. من بين تلك الأعمال جدارية كبيرة تظهر الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطي السابق ديريك شوفن. يقول سباتين: بعدما أكمل عمله الأخير الذي يصور بندقية قنص تحت مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية المحتلة، إنه يشعر وكأن فلويد رجل فلسطيني لديه المشاكل نفسها التي نعاني منها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.